السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بمحاضرة جديدة من محاضرات الميكروبيولوجي. محاضرتنا اليوم راح تكون عن الباسيلس، وتحديدا الباسيلس انثراسيس. احنا لو أخذنا سامبل نموذج وسوينا له كلتشر، عملنا له كلتشر، طبعا الكلتشر راح يزرع أما على البلد أجار أو على الماكرونجي أجار. إذا على بلد أجار، على البلد أجار اللي راح نشوف أما الكوكاي يكون شكلها مدور مكور أو باسيلس يكون عصوية الشكل. الباسيلس تقسم أيضا إلى قسمين، أما أن تكون نون سبور فورمينج غير مكون للسبورات مثل على الكورونا بكتيريوم، او سبور فورمينج وايضا تقسم الى قسمين، اذا كانت ان ايروبيك فهي كلوستريديوم، واذا كانت ايروبيك فهي باسيلس اللي هي موضوع محاضرتنا لهذا اليوم. الباسيلس ايضا تقسم الى pathogenic species الامراضية والsubrophytic species المتطفلة او المترممة. pathogenic species انواع الباسيلس انثراسيس تسبب انثراكس الجمرة الخبيثة، disease of animals هذا المرض هو يصيب الحيوانات الشيب والكتلز ويسبب العدوى للانسان. السابروفيتيك species اللي هي مثل باسيلس سيروس التي تسبب فود بويزنينج، وباسيلس سبتالس التي تسبب كونجكتيفايتس التهاب ملتحمة العين. الباسيلس انثراسيس ديزيز يعتمد على on the site of entry على موقع دخول السبورات الى جسم الانسان، اما عن طريق الجلد ويسمى كوتينيوس، ويمثل 95% من هذه الحالات تكون هي مليجنانت، وينتقل عن طريق التلامس بين الإنسان والحيوانات المصابة. الطريقة الأخرى، طريق الدخول الآخر، هو عن طريق inhalation anthrax، ويمثل 4% عن طريق المجرى التنفسي respiratory tract، وانتقال السبورات من عن طريق الدست الغبار من صوف أو شعر الحيوانات أو جلد الحيوانات الملوث بالسبورات. أو الطريقة الأخرى هي طريقة انتقال عن طريق الجاسترونتستينال تراكت، وتسمى بالجاسترونتستينال انثراكس، وتكون رير نادرة جدا، بحيث أنه هذه السبورات تدخل إلى الجهاز الهضمي للإنسان ويتم هضمها، وبالتالي انتقال السبورات إلى مجرى الدم
أو عن طريق الكونتامينيتد ميت اللحوم الملوثة. طريقة التشخيص اللاب دايجنوست أما يكون عن طريق السبيسمنز النماذج، مثلا إذا كان كونتينوس انتراكسس راح ناخذ البص الموجود بالليشين، النسبة الموجودة على الجلد، ونعمل لها جرام ستين. وإذا كان انهيليشن انفراكسس عن طريق المجرى التنفسي فيكسس، أو عن طريق انهيليشن انفراكسس عن طريق المجرى التنفسي، فناخذ العينة راح تكون هي السبيوتم. ومثل ما ذكرنا إذا كانت عن طريق الكوتونيوس انفراكسس الجلد راح ناخذ البص الذي يحتوي على القيح والسوائل، ونعمل لها جرام ستين. الطريقة الأخرى طريقة الكلتشر، راح نزرع على البلد أجار، نلاحظ عدم تكون نون هيمولايتيك تحلل للبلد، ولون المستعمرات راح يكون من الرمادي إلى الأبيض. الوسط الآخر هو بليت ميديوم، أيضا راح يكون سيلكتيف ميديوم فور باسيلس انفراسيس. الوسط آخر اللي هو ستارش أجار ميديا البكتيريا، بما أنه هي هاد أماليز تحلل كوستارش هادولايزز تحلل النشا بالإضافة إلى الأيودين، راح تنطينا لون بنفسجي out of growth area خارج منطقة نمو الجراثيم، وتكون هالة أو زون around colonies منطقة تدير أو تحيط بالكولونيز. إذن الأوساط الزرعية هي أما تكون بلد أجار أو بليت ميديوم أو ستارش أجار النشا. وذكرنا أنه على البلد أجار نو هيمولايسيس، نو هيمولايتيك أو هيمولايسيس، وعلى بليت ميديوم اللي راح يكون سيلكتيف، وعلى ستارش أجار راح تنطينا جروث مع هالزون اراوند كولونيز، راح تعطينا هالة او منطقة محيطة بالكولونيز يكون لونها بنفسجي. بعد دخول السبورات سواء عن طريق الكتونيوس او عن طريق انهيليشن او عن طريق الجاسترونتستينال، راح تكون ثلاثة توكسينات مختلفة، 3 differential توكسين. التوكسين الأول اللي هو بروتكتيف أنتيجين، والتوكسين الآخر اللي هو ليثال فاكتور يرمز له بالرمز LF، والتوكسين الثالث اللي هو إديما فاكتور ويرمز له بالرمز EF. This protein combined to form 2 differential toxin. هذه التوكسينات راح ترتبط مع بعضها لتكون 2 differential toxin ايضا، or 2 different toxin، نوعين مختلفين من التوكسينات. اذا ارتبط البروتكتيف انتيجين مع الليثال فاكتور راح ينطينا ليثال توكسين، وإذا ارتبط البروتكتيف انتيجين مع الأديما فاكتور راح ينطينا أديما توكسين. Together these toxins cause a fluid built up around the lungs، راح تكون هذه السموم سوائل تحيط بالرئة، that causes infected cell which cause severe disease in animal or human، وبالتالي هذه الخلايا راح كولز تقتل وتكون severe disease أمراض خطيرة جدا للإنسان والحيوان.
الانثراكس is not contagious, meaning it is not spread from person to person. إذن الجمرة الخبيثة هي ليست معدية بين الأشخاص person to person, not contagious, يعني غير العدوى لا تنتقل عن طريق الاتصال المباشر بين الشخص وشخص آخر human to human, وإنما هو livestock يعني تنتقل عن طريق الحيوانات العشبية اللي راح تنتقل عن طريق الهاندل infected animal product like, يعني الاتصال مع product of animal, منتجات الحيوانات سواء كانت wool, leather إلى آخره من منتجات الحيوانات كالصوف والجلد والشعر وإلى آخره. Inhaling anthrax spore from infected animal product, أيضا استنشاق منتجات الحيوانات. Eating undercooked meat of infected animals, أو تناول اللحوم غير المطبوخة للحيوانات المصابة. The biochemical reaction, التفاعلات الكيميائية. على بلد أجار no hemolysis, هاي بالنسبة للباسيلس انفراسيس. الايج يولك أجار راح يكون وايت بريسبيتيت, ترسبات بيضاء. الكاتاليز بوزيتيف, جيلاتين ليكويفيكيشن راح يكون بوزيتيف, والبنسلين سنسيتيفيتي تيست راح يكون سنسيتيف, يعني حساسه للبنسلين, معناه انه البنسلين ممكن ان يقضي على بكتيريا الباسيلس انفراسيس. اما بالنسبه للميونيتي, المناعه وتكون الجهاز المناعي او قدره الجهاز المناعي على مقاومه بكتيريا الانثراكسس. The anthrax bacterium can invade immune cells called macrophage, ممكن ان يصيب خلايا تسمى بالماكروفاج, and release potent toxin that paralyze key biochemical pathways, يعني انه راح ينتج سموم قاتلة ممكن ان تشل حركة الميكروفاج, وتعمل على paralysis تحلل ال key biochemical pathways. ال key biochemical pathways هو بالهيومن the most important metabolic pathways are glycolysis, glucose oxidation in order to obtain ATP. الكي biochemical pathways هو عبارة عن عمليات من glycolysis تحلل الجلوكوز. الجلوكوز بعملية الأكسدة راح يتحول إلى طاقة. هذه البكتيريا تعمل على شل هذا ال key biochemical reaction or pathways, وبالتالي فإن الخلية سيكون مصيرها الموت لأنها لا تحصل على الطاقة الكافية للعمليات الأيضية. انتهت محاضرتنا لهذا اليوم. شكرا لكم أحبتي الطلبة, وتحيات للجميع, وإلى اللقاء.